السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في الصفحة 26 من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. لدينا هنا أفهم. أولا، أحدد أفراد الأسرة من خلال الرسم. إذا هنا من خلال هذا الرسم أحدد أفراد الأسرة. إذن تتكون الأسرة من الرسم الأب، الرسم يأتي الأم والأم، هذا الرسم يمثل الولد والابن، وهذا يمثل البنت والبنت. إذن تتكون الأسرة من الأب، الأم، الابن والبنت. إذن لدينا أفراد الأسرة 4. ثانيا، أختار الكلمة التي تناسب العنوان. إذن لدينا الكلمة الأسرة، لدينا الكبيرة، السعيدة، الجميلة. إذن الأسرة، نختار الأسرة السعيدة، الأسرة السعيدة. ثالثا، أصل كل فرد من العائلة بما يناسب. أمي، أبي، أختي، أخي. ثم لدينا هنا صاحبي، صاحبتي، بسمة، وردة. إذا من خلال النص، من خلال النص لدينا أمي وردة، أمي وردة، وأبي بسمة، أبي بسمة، أختي صاحبتي، أخي صاحبي. إذن أمي وردة، أبي بسمة، أختي صاحبتي، أخي صاحبي. ننظر إلى أتذوق. أولا، ألون باللون نفسه سحابة كل كلمتين تنتهيان بمقطع مماثل. إن المطلوب هو أن نلون بنفس اللون كلمتين تنتهيان بنفس المقطع. لدينا وردة، نمرح، صحبي، بسمة، قلبي، بستاني، نفرح، وجداني. إذن نذهب إلى وردة، آخر مقطع هو تن. إذن نبحث عنه، لدينا نمرح، صحبي، بسمة. إذن وردة، بسمة، لدينا نمرح، حو، لدينا صاحبي، قلبي، بستاني، نفرح.
إذا نمرح نفرح بنفس اللون، نلونهما مر إلى صحبي قلبي، صحبي قلبي. ثم بقي لدينا بستاني وجداني. لدينا وردة بسمة، نمرح نفرح، صحبي قلبي، بستاني وجداني. أن لدينا ثانيا أقرأ بصوت جميل عبارة أعجبتني في النص. إذن العبارة التي أعجبتني في النص والتي سوف أقرأها هي: أمي وردة في بستاني، وأبي بسمة في وجداني. إذن هذه هي العبارة التي أعجبتني في النص، وهي: أمي وردة في بستاني، وأبي بسمة في وجداني.